منطقة البحر الميت والاعتبارات متعددة تم اختيارها من فريق سكاي دايف دبي وبالتعاون مع نادي الرياضات الجوية الملكي الأردني لتكون منطقة حيوية لممارسة الرياضات الجوية وتحديدا القفز بالمظلات أو السقوط الحر. This year we made it like more efficient. We trying to really make from the last mistake and what we can do for more for the customers and more customer satisfaction. And we trying to work on the efficiency and we can take more people and then put smiles on their face and they can leave Skydive Jordan as much as we can. بداية هالرياضات الجوية كانت عام 2012 في وادي رم للانتقال فيما بعد ذلك لمنطقة البحر الميت نظرا لوجود مهبط خاص وخدمات مهيئة بالكامل حتى تكون التجربة فريدة من نوعها للأشخاص اللي عندهم الرغبة للكثير من التشويق. موجودين هون لأنه احنا معنيين بالأردن اللي مطروح على جدول الاتحاد العربي للرياضات الجوية على أساس نكون هو المركز الإقليمي للتدريب والتأهيل للمنطقة، لأنه إحنا عندنا مجلس التعاون الخليجي شغالين ريجنال، شمال أفريقيا شغالين ريجنال، إحنا هون يعني الأردن، فلسطين، لبنان، اليمن، العراق، هي اللي لازال لدينا مشاكل في موضوع تطوير الرياضة وتأهيلها. الآن عندنا فرصة حقيقية في الأردن لأنه تكون هي المركز الإقليمي للاتحاد العربي. من 20 أيلول ولغاية 22 من تشرين الأول، ولكل عشاق هذا النوع من الرياضات ما إلكم سوى التوجه للبحر الميت ومعايشة التجربة راح تكون من العمر والاستمتاع بكل لحظة في واحدة من أجمل مناطق العالم بالإضافة لمغامرات متعددة في الموقع. لازم الناس تعرف انه هاي اخفض منطقة بالعالم، فالفكرة انه حدا يقفز باخفض منطقة في شعور كتير حلو، يعني بتحس حتى الاكسجين، الشمس، كل شيء مختلف، شعور رائع، المي كتير حلوة، يعني بتشوف البحر الميت بطريقة كتير مختلفة ما شفتها بحياتك. في عندنا هون الاي تي فيز اللي هم البقيز موجودين على مدار ايام اسبوع 24 ساعة، في جولات بالنهار، جولات بالليل، حسب الزبون شو بده باي وقت. في عندنا نظام جولة ساعة وجولة 25 دقيقة. بيطلعوا للمناطق اللي جوا، بكون معهم قايد طبعا، واهم شيء السيفتي تبعتهم، لازم يلبسوا السيفتي تبعتهم وبيستمتعوا. الاعمار عندنا 16 سنة وفوق. نظرا للمكان وجغرافيته ونظرا لوجود مهبط خاص من هذا النوع ولهذه الغايات واللي يعتبر واحد من خمس مهابط خاصة في العالم العربي، هناك خطة وتوجه ليكون هالمشروع دائم وعلى مدار العام بوجود فريق من محترفين بيتمتعوا بكفاءة عالية لممارسة هذا النوع من النشاطات الجوية واللي أقل ما يمكن وصفها بالرائعة والفريدة من نوعها في العالم. أحمد الكيلاني، رؤية.